تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الأربعاء الجميل ويوم الرحمة. هذا برنامجكم، برنامج صحة وسعادة، يطلع عليكم في هذا اليوم الجميل الممطر والمهب الحلو من خلال قناة نور دبي. وطبعا برامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي من الأحد إلى الخميس، من الساعة تقريبا 10:05 إلى الساعة قريب الساعة 11. نكون معكم على مدى ساعة على الهواء، نتمنى إن شاء الله في هالساعة تستفيدون ونكون خفاف عليكم، ونطرح المسائل والقضايا الطبية اللي تهمكم أنتو، الأسئلة الطبية اللي تهمكم أنتو، بعض ممكن الإشاعات الطبية اللي تنتشر ويهمكم تعرفون الصح من الخطأ، هل هو صحيح، هل هو مبالغ فيه، هل في جزء من الصحة أو كل الإشاعة خاطئة. فعشان شي احنا فاتحين هذا البرنامج، وذكركم بأرقام التواصل عشان تتواصلون معنا وطرشون أسئلتكم، اقتراحاتكم، شكوى، ملاحظة، سؤال طبي اللي عندكم تواصلوا فيه مع برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. على أرقام التواصل بخبركم عنها على 600-551414 والرسائل النصية على 4006. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، طاقم موجود معي اليوم عيسى سبيل في الإخراج، ومعاي أميرة الغفلة يم خليفة في التنسيق. حياكم الله جميعا معانا. طبعا مثل ما تعودتوا في برنامج صحة وسعادة ان نبدأ أول شيء بالدراسة. قام أبتدي الدراسة، بس حابة أن أعطي تنويه بخصوص الجو برا. طبعا ما شاء الله الجو الحين صار متقلب، صار يومين غبار هو مطر. صح أن الجو يكون شوية دافي، لكن عيالنا لازم يلبسون، ما بنقول جاكيت، ولكن شيء كمه طويل ويكون شويه غليظ. يعني ما نقول والله الجو حار بلبسهم خفيف، او متى يقعدون قدام المكيف، لان هذه تقلبات الجو اللي الحين قاعد تستوي هي اللي سبب اكثر زيارات الى المراكز الصحيه، الكحه، الزكام، نوبات الربو، كل هذا التعب الحين هذا موسمه. يعني الجو متقلب مو بثابت، شويه حر شويه برد شويه غبار، خصوصا مرضى الربو، هذا الجو هو عدوكم، لان الحين معنا في شويه نفاف برا لكن الجو محمل بالغبار، فحاسبوا جدا جدا. اذا عندكم عيال عندهم ربو، والله حتى العيال ما عندهم ربو الافضل ما يلعبون برا، يعني لا تخلهم يمردون مدرسه يلعبون في الحوي على اساس ان الجو جميل، لان ممكن الغبار المعلق في الجو ينزل مع النفاف، اذا كان مطر غزير لا يغسل الجو، لكن النفاف يبدأ ينزل تدريجيا الغبار والجراثيم موجودة في الجو، فممكن يساعد أن مرض عيالكم يعني يطلع يلعب عادي، يرد في الليل تلاقون متت عند الحمى. فالأفضل ما يلعبون في هذا الجو، لأن الجو إلى الآن غير مستقر، ونتمنى طبعا السلامة للجميع. راح أبتدي بالدراسة الموجودة معايا اليوم. الدراسة تقول، هناك دراسة جديدة تقول أن التناول الأطعمة الغنية بدهون الأوميجا 3 والأوميجا 6 الموجودة في الأسماك والمأكولات البحرية يقلل خطر أعراض الربو بنسبة تصل إلى 70%. وتساعد هذه النوعية من الدهون التي توجد في زيت السمك على تحسين أداء الجهاز العصبي المركزي. أجريت الدراسة في جامعة جيمس كوك بأستراليا، وأظهرت أن تناول دهون أوميجا 3 من مصادر بحرية يقلل أعراض الربو بنسبة تصل إلى 62% أعراض الربو، بينما تساعد دهون أوميجا 6 على خفض مخاطر الإصابة بنوبات الربو بنسبة 67%. أنا ما قرأت الدراسة من قبل، وحين تبين نتكلم عن الربو، هذا الأوميجا 3 بعد مرتبط بالربو. يعاني من الربو 334 مليون إنسان حول العالم، ويتوفى بسبب هذه المشكلة 250,000 إنسان سنويا بحسب الدراسة التي نشرت في International Journal of Informal Research. يوفر زيت الأسماك والمأكولات البحرية نوعية الدهون التي تساعد على خفض نسبة الإصابة بأعراض الربو. فتوا نتكلم عن الربو، والآن هالدراسة تأكد أن الأوميجا 3
الموجود من مصادر بحرية يساعد في تقليل خطر الإصابة من نوبات الربو. طبعا الربو واحد من أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في العالم. أعراضه بالعادة تبتدي عند الأطفال الصغار عمر 3 سنوات، في كثير من الأطفال تختفي على عمر 6 أو 7 سنوات وترجع لهم على كبر. في كثير حالة مرة في العيادة لما نقول هل عندك تاريخ من ربو، يقول لما كنت صغير كان عندي، ولكن مع بدء سن دخول المدارس تلاقون ربو تدريجيا يختفي. تطور جهاز المناعة عند الطفل، النمو بشكل عام، ويرجع له مرة ثانية على كبر. حتى في ناس يوم على 40، يعني تشوفوا الفترة الكبيرة اللي كان هو أصلا ما عنده ربو. ناخذ الأوميغا 3 عشان نقلل خطر الإصابة مرضى الربو، والأفضل طبعا ناخذه من المصادر البحرية. طبعا في هناك أوميغا 3 ينباع في الصيدليات وموجود في فئة الصح عندنا أيضا، لكن طبعا دائما احنا نشدد إذا تقدر تاخذه مصدر طبيعي يكون أفضل. وبنستأنس أيضا برأي أخصائية التغذية الأستاذة عفاف جمعة، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، اللي بتكلمنا عن الأغذية الضارة بالجهاز العصبي. يا صباح الورد أستاذ عفاف. صباح الخير، صباح السعادة، أهلا فيك، حياكم الله. خبرينا أستاذ عفاف، شو الأغذية المضرة بالجهاز العصبي؟ احنا عرفنا الحين أن الأوميغا 3 زين للجهاز العصبي، شو الأغذية المضرة للجهاز العصبي؟ في أغذية وايدة تتنوع ما بين أطعمة وما بين مشروبات. طبعا نبدأها أول بالمشروبات الغازية اللي وايد اللي نستهلكها، أو بعض الناس ما يعرفون الأضرار اللي تسببها. المشروبات الغازية وايد تحتوي على مواد يعني ضر الجهاز العصبي، بالإضافة للمشروبات الكحولية طبعا. ونحن يعني في هذا الصدد لازم نحاول نبتعد عن الأشياء اللي تضر الجهاز العصبي، كذلك مادة الكافيين اللي تكثر في المشروبات مثل القهوة أو الناس اللي يشربون، يعني هي مفيدة وبعد إذا زادت عن الحد الطبيعي تضر الجهاز العصبي. بالإضافة لوايد أنواع من الأعشاب، في ناس يستخدمون يقولوا هاي العشبة مثلا هاي مفيدة هاي كذا. طبعا لازم كل شيء يعني الواحد يدرسه ويبحث عنه، لأنه في وايد من الأعشاب اللي دائما يقولون هاي للرجيم هاي الأشياء، يثبت أنها وايد تضر الجهاز العصبي وتتلف بعد. صحيح. بالإضافة يعني ننصح للتقليل من كميات استهلاك الأطعمة الغذائية العالية بالسكريات، مثل ما ذكرنا أول المشروبات، ممكن تكون الأطعمة غذائية مثل الناس يستهلكون وايد كميات من السكر الموجودة بالمعجنات بالحلويات هاي الأشياء، لأن فيها سكر فيها دهون، وهاي بعد تضر ولا بد التقليل من تناولها. صحيح. أستاذ عفاف، أنتي ذكرتي المشروبات أو الغنية بالكافيين، هاي يشمل طبعا لو يعني انسلط الضوء على أتوقع أكثر مشروبات غنية بالكافيين هي مشروبات الطاقة اللي يستهلكونها كثير. في ناس تأخذها حتى بدال الريوق الصبح، يعني يشون الصبح يروحون الدوام يشربونها. فكيف شو تأثير هالكافيين الموجود، وأصلا كم نسبة الكافيين الموجودة في مشروبات الطاقة؟ هي نسبة الكافيين أن تتفاوت ما بين كمية التركيز كذا من مشروب طاقة لمشروب طاقة مختلفة، بس هاي المشروبات الطاقة نسبة منتشرة ما بين المراهقين. صحيح. وما بين مثل ما أنت قلتي أختي، ما بين الرياضي اللي يلعبون رياضة أو تدريبات رياضية، اللي يمارسون تدريبات رياضية، هاي تعتبر مثل المنبهات، تسبب القلق، الأرق، عدم الانتظام، النوم. بالإضافة وكل هاي أثر على تلف الأعصاب وأثر على الجهاز العصبي. صحيح. أنا شاكرة لك أستاذ عفاف جمعة، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بتبيها المداخلة، ونهارك سعيد. مشكورة، الله يعطيكم العافية. شكرا لك. شكرا. مع السلامة. طبعا مثل ما قالت أستاذ عفاف إن مشروبات الطاقة، أنا أشوف مراهقين، حتى والله مو مراهقين، في طلاب مدارس بعد ما وصل مرحلة المراهقة يروح لك الجمعية أو البقالة
ويشتري مشروب الطاقة بمختلف مسمياتهم. ليش؟ والله لأني أنا ما بيزيد وزني، الحجة أنا ما بيزيد وزني، بما لأن طبعا هالمشروبات غنية بالكافيين وبالسكر، تعطيك إحساس بالشبع لفترة طويلة، أو مثلا أبغى أذاكر عندي امتحان، أو مثلا أتمرن في الجيم، أو أسوي رياضة. يا أمهات لازم وايد نحاسب من موضوع مشروبات الطاقة. أول شيء ما يدخل البيت أبدا، يعني ما في شيء اسمه نايبة حطه في البيت حال حال الماي. الشيء الوحيد يدخل بيتنا الماي، غير هذا اي مشروبات اي عصائر المفروض ما يكون موجود في البيت، لانه يكون وايد اسهل. ادري انهم يشترون من برا، واحنا واجبنا التوعيه ثم التوعيه ثم التوعيه. نتم نذكرهم بمخاطره باضراره، نراويهم فيديوهات على الانترنت شو ممكن يسبب لهم، نخليهم يقرون المكونات الموجوده فيه. شويه تفاوض وشويه سياسه، بمعنى ان مثلا ممكن في ناس تشرب بين 4 أو 3 علب في اليوم، شويه مفاوضه او سياسه، بمعنى ان ليش ما ناخذ بس علبة واحدة في اليوم؟ نقلل تدريجيا من كمية مشروبات الطاقة نستهلكها، لأنها فعلا مضرة، وحتى مضرة على القلب بسبب ارتفاع نسبة الكافيين اللي موجود فيها. فنبا توعية من الأهل للأطفال والمراهقين اللي يستهلكون مشروبات الطاقة، في بعضهم يستغنون عن الوجبات في مقابل مشروب من الطاقة. احنا رح نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل عندنا تغطية جميلة لفعالية هيئة الصحة بدبي بمناسبة يوم المرأة العالمي ويوم الأم. الهيئة مسوي فعالية جميلة، بناخذ أحد الضيوف عشان يخبرنا عن هالفعاليات، فهذا بعد الفاصل، ابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم أرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. تنظم هيئة الصحة بدبي هذا اليوم الأربعاء بمكتبة راشد الطبية مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تعنى بالأم وصحتها وصحة جنينها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ويوم الأم، وهي فعاليات موجهة لموظفات الهيئة من مختلف الإدارات والقطاعات. عشان نتعرف على الفعالية يكون معنا عن طريق الهاتف الدكتورة هند العوضي. صباحك ورد دكتورة هند. صباح الخير دكتورة ندى، أهلا فيك وحياك الله. وخبرينا عن الفعالية الجميلة اليوم اللي تقام في مكتبة راشد الطبية. اليوم هيئة الصحة في دبي محتفلة بجميع السيدات المجتمع من لهيئة الصحة، نحتفل معاهم باليوم العالمي للمرأة واليوم العالمي للأم. نسوي لهم مثل حفل صغير يجمعهم في مكتبة راشد الطبية، والحفل يحتوي على عدة فقرات دكتورة ندى. نوعيهم شوية عن صحتهم، صحة المرأة بشكل عام، صحتهم من ناحية الغذاء، من ناحية وايد أشياء، ونكلمهم بعد عن كيف تربيتهم للأطفال، تربية صحة أطفالهم. إلى جانب نكلمهم شوية عن صحة القلب، ونعطيهم درس صغير عن الإنعاش، كيف يعني يتعاملون معها بالطريقة، يعني كيف يعرفون يتصرفون. إلى جانب إحنا نسوي فقرة عن اليوغا، لأن مثل ما تعرفين دكتورة ندى الرياضة جدا مهمة لصحة المرأة. صحيح. فإحنا شوي حبينا نوعيهم إن الرياضة مو بس شيء، في رياضات كثيرة من ضمنها اليوغا اللي تعتبر رياضة، إلى جانب أسلوب إن الواحد يقدر يكون تأمل ويركز ويريح ويكون ريلاكس. صحيح. منو أبرز المشاركين بهالفعالية اليوم؟ اليوم عندنا أخصائية تغذية دكتورة شيماء القايد، عندنا دكتورة فاطمة العلماء استشاري صحة الطفل، نعم، وعندنا دكتورة بتكلم الدكتورة اسمحي لي شوية ندى، لا أفعلك تفضلي، وعندنا دكتورة هالة يونس بتكلمهم عن الكشف المبكر والوقاية من سرطان عنق الرحم، وعندنا خبيرة في اليوغا بتعلمهم شوية عن اليوغا. ممتاز. شو تأثير مثل وجود مثل الفعالية اللي هو فعالية احنا دمجنا فعالية يوم المرأة العالمي مع يوم الأم، لما ندمج هالفعالية شو بيكون ردة فعل الموظفات؟ أول شيء لما خبرتوهم عن وجود مثل هالفعالية،
لما احنا خبرناهم عن هاي الفعاليه الكل تحمس والكل يعني فرح ان احنا يعني سوينا لهم تجمع بسيط نحتفل فيهم نكسر روتين العمل دكتورة ندى شوية يكون تغيير عن الها لأن تعرفين المرأة يعني إن هي عندها توتر في العمل وتوتر في البيت فإحنا حبينا نسوي لها شيء بسيط تقدر تحتفل فيه يعني وتغير جو ومنها تستفيد منها تأخذ معلومات بتهمها بعد فالكل كان متحمس والكل كان جدا سعيد والحضور اليوم يعني ما شاء الله السيدات يعني جدا كانوا يعني متفاعلات وسعيدات وكان يعني تفاعل جدا مميز اليوم ممتاز. هالفعالية حاليا قاعد تقام في مكتبة راشد الطبية صحيح؟ حاليا فأي حد يسمعنا من موظفات هيئة الصحة حياكم ما زلنا يعني ما زالت الفعالية مستمرة وعندنا طبعا مثل معرض خارجي خارج غرفة المحاضرة معرض في كذا بوث يتكلم عن أشياء معينة عندنا خصومات مميزة للمرأة يايبي لهم كورنر للتغذية كورنر لصحة الأسنان يعني المعرض جدا مميز أنا أنصح كل سيدات هيئة الصحة يحضرون ويمرون علينا ممتاز مكتبة راشد الطبية نعم مستشفى راشد جميل. دكتورة هند بما نتكلم عن صحة المرأة والكشف المبكر شو أهم الفحوصات اللي المرأة لازم تسويها؟ إحنا دائما المرأة دائما تحرص أنه مثلا الزوج هيصير يسوي الفحص أو عيالها ما يفوتون الفحص أو التطعيم ولكن هي دائما تنسى نفسها وسط المشاغل فشو أهم الفحوصات اللي لازم المرأة تقوم فيها كجزء من الكشف المبكر عشان تحافظ على صحتها؟ طبعا لازم اي امراه متزوجه تعمل الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم هذا الكشف جدا مهم لجميع السيدات المتزوجات نعم. الى جانب الفحوصات الروتينيه فحص الدم فحص هشاشه العظام الوزن الطول الفحوصات فقر الدم مستوى فيتامين د في جسمهم هذه الاشياء جدا مهمه يعني الوحده تنسى عمرها تهتم في عائلتها وفي زوجها وفي اطفالها وتهمل نفسها فاحنا يعني نحاول نذكرها ان انت بعد مهمه وانت اساس هاي العائله فلازم تهتمين بعد في نفسك وتسوين هذه الفحوصات وهذه الفحوصات موجوده في جميع مراكز الرعايه الصحيه الاوليه في هيئه الصحه بدبي ممتاز. وهاي طبعا دعوة لجميع النساء انهم يسوون الكشف المبكر سرطان عنق الرحم سرطان الثدي وغيرها من الفحوصات. انا شاكر لك دكتورة هند العوضي هذه المداخلة الجميلة معانا واترك ان شاء الله عشان تكملون باقي الفعاليات ونتمنى ان شاء الله يوم جميل لجميع المشاركات. شكرا لك نهارك سعيد. مع السلامة. مع السلامة. مثل ما قالت دكتورة هند عن اهمية الكشف المبكر ما شاء الله العيادات والمراكز الصحية في قطاع الرعاية الصحية الأولية يوفر خدمة الكشف المبكر. الكشف المبكر شو معناته؟ معناته الكشف قبل ما تكون أي أعراض موجودة عند المرأة وطبعا عند الرجل أيضا ولكن اليوم احنا نوقف شوي في صف المرأة بما أن الفعالية تعنى بالمرأة ونحتفل بيوم المرأة العالمي ويوم الأم. الكشف المبكر يا سيدات يا صبايا معناها لما أنت ما عندك أعراض اعرفي أن لو ظهرت عندك الأعراض هذا ما يعتبر كشف مبكر معناه بداية مرض أيا كان هذا المرض وإحنا دائما نعنى بالكشف المبكر. ليش؟ ببساطة لما أنت تكشفين مبكرا في بدايات المرض وأرد أشدد أيا كان المرض إحنا ما نقصد دائما الكشف المبكر لازم يكون سرطان حتى الأورام العادية الأمراض العادية حتى السكري نتكلم عن السكري عن الضغط عن الكوليسترول الكشف المبكر في بدايات المرض أولا معناه استثمار في صحتك على المدى الطويل يعني مثل ما يقولون بالعامية نضيف سنوات حق حياتي إن أتمتع بصحة وعافية لسنوات أكثر. رقم اثنين يكون دائما علاج المرض هذا أسهل وأبسط ومو معقد وما يتكون من مجموعة من الخطوات أو مجموعة من الأدوية أو مجموعة من الإجراءات. فأنا دائما أشدد على المرأة إحنا دائما يعني نمنح نفسنا لبيتنا ولعيالنا وأهلنا ونحرص مثلا أن أمي ما تفوت موعدها أو زوجي ما يسوي الكشف مبكر أو أن عيالي ما يطوفهم أي تطعيم أو إذا سمعت عن أي تطعيم أو أي شيء له علاقة بصحة الأطفال أكون أنا أول ما أروح. لكن لما يعن صحتنا احنا كنساء للاسف نهمل نفسنا لدرجه ان في نساء يجون العياده عندهم اعراض لاورام بسم الله في الثدي او غيره ولكن هامله نفسها لسنوات تقول دائما اقول لا مو بالحين لا الحين امي تعبانه لا الحين ولدي تعبان لا الحين اختي محتاجتني لا الحين فتره امتحانات
لا الحين فترة ضغط في الدراسة عند عيالي، لا والله الحين ما عندي، الكل مشغول. لا نحط حجج عشان ما نهتم بنفسنا، ترى في النهاية احنا نبغى نعيش عمر أطول بصحة أفضل عشان نهتم بأحبائنا هذه اللي احنا نهتم لهم ونبغى نهتم لهم. فأنا أكد على كل امرأة متزوجة لازم تسوي فحص عنق الرحم. فحص عنق الرحم على عكس ما تظن كثير من النساء مو فحص مؤلم جدا أو غير مريح جدا، شوية عدم راحة في البداية ولكن ينقذ حياتك، أنا أكدك أنه ينقذ حياتك، ونسوي فقط للنساء المتزوجات. سوي بعد ما تتزوجين بسنتين أو 3 سنوات ابدي تعالي لمركز الرعاية الصحية الأولية واطلبي فحص عنق الرحم. كل طبيبة أسرة تقدر تسويه، طبيبة نسائية تقدر تسويه، سوي الفحص لأنه فعلا منقذ الحياة. أنا تكلمت عن موضوع سرطان عنق الرحم في صحة وسعادة قبل مدة، إن للأسف هو واحد من السرطانات الأكثر فتكا بالنساء، لكن النساء ما تعطيه اهتمام. لما نقول لهم تعالي فحصي سرطان عنق الرحم تقول مو مهم، مو منتشر، ما حد عنده. النساء دائما تركيزها على سرطان الثدي، وبالواقع واتوقع اكثر لان مثل ما يقول سرطان الثدي تقدر شيء هي تشوفه، لكن سرطان عنق الرحم يفتك بالنساء بطريقه ما تتخيلونها. فحرام ان ما دام عندنا الكشف المبكر انا ما اتعنى واسوي الكشف المبكر هذا اللي ممكن ينقذ حياتي. في نساء اضطروا يفقدون الرحم كامل بسبب سرطان عنق الرحم. فيا نساء توجهوا الى العيادات واطلبوا من طبيبه الاسره فحص عنق الرحم. الفحص سوينا مرة كل 2-3 سنوات إذا ما خانتني الذاكرة، ولكن فعلا فعلا ينقذ حياتك. طبعا الفحص المبكر عن سرطانات الثدي أيضا وايد مهم. الكشف الذاتي اللي نسويه النساء في بيتنا عند الطبيبة مرة سنويا، مرة كل سنة تعالي عند طبيبة الأسرة من غير ما يكون عندك أي شوكة، مثل ما تكوني محمومة أو مزجمة أو تعبانة، عشان ما يكون عندك إحساس بعدم الراحة ومثلا تتمللي من الفحص. وخلي الطبيبة تفحص لك الثدي مرة سنويا فقط، تخيلوا 365 يوم في السنة بس يوم واحد تخليه لك أنت، تعالي العيادة الدكتورة تسوي لك الفحص الثدي وتتوكلين بعدين على الله. إذا كنتي فوق 40 راح تطلب لك فحص الماموغرام. وأنا أدعو كل النساء اللي يخافون من جهاز الماموغرام ومن مدى سلامته، أنا وايد من نسائيون العيادة نطلب لهم فحص الماموغرام لأن هم مفروض نسوي لهم كشف مبكر، يرفضون يسوونه خوفا من الجهاز. إلا تقول والله خالتي سوته والجهاز مؤلم، ولا تقول وايد في إشعاع وقالوا ممكن يسوي سرطان، هذه كلها مثل بالعامية نقول خراريف. لا تعتمدين على كلام جارتك أو يدتك أو خالتك، هذه صحتك أنت في النهاية. ببساطة أنا دائما أقول لمتعاملاتنا في المركز، في مركز نادي الحمر، إذا أنت خايفة توجهي نوديها لقسم الأشعة عندنا وتشوف جهاز الماموغرام، تشوفوه بعينكم. أخصائية الأشعة هناك بتجرب لك إياه من غير موعد من غير شيء، سيري وتشوفي وبتجاوب على كل أسئلتك الخاصة ومخاوفك الخاصة بمدى أمان الجهاز، أمان الأشعة الصادرة منه. فالأشعة الصادرة منه آمنة، وأنتي ما تتعرضين غير مرة كل 2 أيضا أو 3 سنوات، فآمن الموضوع، آمن جدا. لا نهمل في صحتنا بحجة إنه والله حد سوى قبل وقال مؤلم أو الأشعة ممكن يسوي سرطان. هذا الكلام غير صحيح. لازم نستثمر إحنا النساء في صحتنا عشان نقدر نستثمر في صحة عائلتنا. فهذه دعوة كلنا اليوم، إن شاء الله نحط في جدولنا ونحط الريمايندر أو التذكير عندنا في الكالندر في تليفوناتنا، موعد الفحص الشهري للثدي، موعد الفحص السنوي للثدي عند الدكتورة، موعد مسحة عنق الرحم، وموعد الماموغرام. طبعا هذا بالإضافة للفحوصات الثانية اللي تحليل السكر والضغط وغيره وغيره وغيره. ولكن أنا أركز على هذه لأن هذه اللي بالعادة النساء اللي هي ما تبغى حتى حليل ما تبغى تسويها، تقول لك قيسي لي السكر والكوليسترول وغيره وفيتامين دال، لكن فحص عنق الرحم لا تسوي لي، فحص الثدي لا تسوي. فهذه دعوة لجميع النساء، دعونا كلنا نهتم نفسنا ونستثمر في صحتنا عشان نهتم بأحبائنا. احنا نطلع ان شاء الله الحين فاصل، بعد الفاصل راح يكون عندنا الاستاذ خالد الجلاف يكلمنا عن فعاليات هيئة الصحة بدبي بمناسبة شهر القراءة، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة.
ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. ذكركم أولا برقم التواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. الحين عندنا مداخلة من أحد مستمعين المخلصين الدائمين لنور دبي بشكل عام وبرنامج صحة وسعادة. منو معنا؟ عبد الوهاب. يا صباح الورد يا عبد الوهاب. السلام عليكم دكتورة، صبحت الله بالخير. صباحك ورد وكرواسون ومطار ومهاب وخمير، ولا تحب واللي يحب قلبك. طاف وقت الكرواسون الحين الساعة كم الحين؟ الحين وقت شو؟ عندكم بريك انتم يمكن. حياك الله اخي عبد الوهاب، تفضل. حيي مستمعينك الكرام ونحيي طاقم العمل ونتمنى للجميع الصحة والعافية والسعادة والتوفيق في هالجو الجميل مثل ما تفضلتي، يعني جو متقلب لكن جميل. صحيح يعني. صحيح. نحن نعيش هالجو من الأسبوع الماضي يعني. جو حلو جدا يعني. صحيح. أتمنى لهم كل الخير. أختي الكريمة دكتورة، اليوم طبعا أنا استمع البث المباشر. يقولون بلدية دبي قررت منع التلوينات في الترشي يعني أو المخللات. نعم. قالوا جابوا اسم شوندر. شوندر مثل ما تعرفين أنه مفيد حق اللي عندهم نقص الدم يعني. نعم. وفي نفس الوقت نحن من سنين طويلة نستخدم، نحن نسوي طرشي بالبيت، ما يستوي الطرشي نحن ما نسوي له، لازم شوندر يكون موجود يعني، لأنه شوندر يعني أحد مكونات الطرشي اللي عندنا نحن، يمكن هناك يسوون شيء آخر ما نعرف. نحن في البيت من سنين طويلة نستخدمه. نعم. في نفس الوقت يعني يشربون اللي عندهم مشاكل في الدم، نعطيهم إياه قطع ونعطيه ونخليه يشربون الماء ماله بعد يعني. بس ما أعرف أنا يعني تم قرار بلدية دبي، وأنا من النوع اللي يهتم بالأشياء كل شيء صحي يعني، لكن بعد أنا أتمنى إنه يتابعون موضوع الطرشي هذا اللي هو موجود حاليا، هو ما في تلوين. أختي الكريمة الطرشي هذا يعني عفوا ما أدري شو يحطون فيه يعني. أنت يوم تأكلينه بلعومك يشتعل، وبالرغم إن إحنا في البيت يعني أنا أوصيهم دائما انهم يغسلون مرتين وثلاث ومع ذلك الحدوديه ماله ما تروح. ما اعرف شو نوع الحافظ اللي يستخدمونه. نعم، انا اتوقع القرار كان اضافه الملونات الصناعيه مو بالشمندر نفسه، اعتقد هو لانه ما ادري سمعت شوندر، لان شوندر احنا يعني من سنين طويله نستخدمه ودائما موجود عندنا في البيت يعني، وشجع الجسم انهم يعني ياكلون الشوندر، لان الشوندر بالنسبه لنا احنا شيء جدا ممتاز. انا ما اعرف بالنسبه للاخرين، لكن يبدو ان هناك تلوينات اخرى يحطونها في ترى انت يوم تشتري المخلل اصلا تلاقي لونه غير طبيعي ما شاء الله، يعني وايد يكون احمر، فاحتمال يصبون يحطون الاصبغ. انا بقول لك شيء عبد الوهاب، انا بتاكد من الخبر مره ثانيه وبس بعد اخصائيه تغذيه، وان شاء الله بالحي اسبوع الجاي بنجاوب. اللي يسوون يعني يشجعون العيال هاي اللي يشترون شاورما والما ادري ايش ويحطوا لهم هالطرشي الجاهز، انهم يشجعون العيال انه يغسلونه مره ومرتين وثلاث. صح. المواد الحافظه وايد قويه وجدا مزعجه خاصه بالنسبه للاطفال، يمكن ما ينتبهون الناس، جدا مضر يعني، يسوي حساسيه. هذا نفس الطرشي هذا اذا واحد ما يهتم فيه زين يعني. صحيح. وشكرا على تحت الفرصه مريد اخذ. شكرا لك البرنامج مالك. بالعكس احنا نستانس والله بمداخلاتك معنا يا عبد الوهاب، شكرا لك ونهارك سعيد. شكرا لك. جميل لما يكون البرنامج شي مستمعين مخلصين يحرصون دائما يتصلون، تحس انك تعرف هالمستمعين ما شاء الله من زمان، مع ان احنا شخصيا ما نشوفهم لكن نتواصل معهم عن طريق الهواء. فشكرا لكل مستمع يتواصل معنا، وفي مستمعين ما شاء الله يستمعون لنا بس ما يشاركون وايد، فحتى نشجعكم انكم تتواصلون معنا دائما في برنامج صحه وسعاده. ترى في النهايه هو برنامجكم، مذيع روحه يسولف في استوديو البرنامج ممل، بس مداخلاتكم اللي تخلي البرنامج احلى اكيد. الحين راح ننتقل لفقرتنا نتكلم فيها عن مشاركة هيئة الصحة بدبي في شهر القراءة الوطني. فنظمت هيئة الصحة خلال شهر مارس الجاري مجموعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى تعزيز وتشجيع أفراد المجتمع على القراءة وغرس هذه الثقافة لدى الجميع. بنتكلم عن فعاليات هيئة الصحة خلال شهر القراءة. يستنى يكون معانا اليوم عن طريق الهاتف الأستاذ خالد الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات ورئيس لجنة استدامة القراءة بهيئة الصحة بدبي. يا صباح الورد أستاذ خالد.
اهلا وسهلا، هلا كيف فيك، حالك نورتنا. ما شاء الله تعودنا دائما ان الهيئة تسوي فعاليات جميلة في شهر القراءة للحرص على استدامة القراءة، فتخبرنا الله يخليك اول شيء عن شو اللي مسوين احنا، شو مرتبين لشهر القراءة في هيئة الصحة بدبي؟ الرحمن الرحيم. طبعا مع انتهاء أو قرب انتهاء شهر القراءة، نتكلم عن ما تم من بداية شهر مارس لليوم. هناك العديد من الأنشطة والفعاليات تم تنظيمها بهدف تعزيز القراءة وتشجيع الناس على القراءة. نعم. في البداية تم تنظيم معرض كتاب متنقل بدأ في مستشفى راشد، وثم بعد ذلك انتقل إلى مستشفى دبي، والأسبوع هذا كان في مستشفى لطيفة، وإن شاء الله يوم الأحد راح يكون في مركز المنزل الصحي أو المزهر الصحي بالأحرى. نعم. هذا المعرض بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة والعديد من الإصدارات القيمة اللي قامت مؤسسة قنديل التابعة لهم بطباعتها، مع أيضا طباعة مؤسسات أخرى، تم عرضها للجمهور والموظفي المستشفيات الثلاثة. نعم. إضافة إلى ذلك تم التعاون مع معهد الشارقة للتراث لتزويد مكتبات الهيئة بإصداراتهم ومنشوراتهم، إضافة إلى تزويد المكتبات هذه، لأن احنا عندنا في كل مستشفى وفي كل مركز صحي هناك مكتبة متاحة للجمهور ومتاحة للقراء، أيضا تم تزويدهم بأعداد جديدة من الكتب، يعني نوع من استدامة تزويدهم بالكتب. أيضا تم توزيع كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قصتي على موظفي الهيئة، ومن خلال يعني جلسات قراءة في المستشفيات. وأيضا هناك مكتبة رقمية عندنا موجودة في إدارة التعليم الطبي والأبحاث، هذه المكتبة تحتوي على أكثر من 300 ألف يعني كتاب طبي، تم فتح الاستفادة منها لكل العاملين في القطاع الصحي في إمارة دبي، بحيث أنهم يستطيعون أن يدخلوا عليها ويستفيدوا من محتوياتها من مكتبة إلكترونية. طبعا أيضا هناك إتاحة أيضا للمجلتين الطبيتين الإلكترونيتين اللي تم إطلاقهم مسبقا، تم إتاحة أيضا التصفح عبر هذا المتصفح الذكي لكل العاملين في القطاع الصحي. طبعا هناك فعاليات أخرى لكل إدارة من إدارات الهيئة قامت بفعاليات من جهتها لتعزيز مفهوم القراءة في شهر القراءة. ممتاز. أستاذ خالد، برأيك ما أهمية وجود مثل هالفعاليات اللي تسويها الهيئة لموظفينها في شهر القراءة؟ وأنا دائما أقول يعني ما نبغى احنا نقول بس شهر القراءة معنا الناس تشجع تقرأ فقط في هذا الشهر، ولكن احتمال هو مثل تذكير للناس بأهمية القراءة، صحيح؟ نعم، أولا لابد أن نذكر أن احنا أمة اقرأ، يعني صحيح. أول آية قرآنية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ، فنحن أمة اقرأ. ثانيا، مؤسستنا كهيئة الصحة في دبي تعتمد اعتماد كبير على مواكبة آخر مستجدات الطب والتحديث فيه والاكتشافات الطبية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال القراءة. إضافة إلى أن يعني هناك يعني ضرورة جدا للتشافي من خلال القراءة. كثير من الناس يعني عندما يكون عندهم استرس أو يكون عندهم يعني نوع توترات. من الضغط النفسي وتوترات، نعم، يلجؤون إلى القراءة، وبالذات القراءة يعني في مواضيع تريح الأعصاب وكذا، يجدون أن فيه علاج. يعني صحيح. أيضا احنا
توجيهات القيادة العليا بأن بضرورة أن تكون القراءة منهج حياة، أيضا هذه شجعتنا أن نحفز الموظفين على القراءة. صحيح. هناك بعض يعني من الأشياء التي تثلج الصدر، هناك مجموعات موظفين كونوا لنفسهم مجموعات قراءة وأوجدوا في إداراتهم مكتبات فرعية خاصة، ويتم تبادل هذه الكتب بينهم وبين بعضهم بعض، فصار في ثقافة قراءة حتى غير رسمية، ثقافة قراءة بين الموظفين الحمد لله. ونفتخر بها أنه اليوم هم نفسهم عندهم كل ما يحد يقرأ قراءة يروج الكتاب، يقول هذا كتاب هذا قرأته وموجود في المكتبة الفلانية عندنا في الهيئة. جميل. فالموظفين يلجؤون إلى هذا المكتب ويستعيرون هذا الكتاب ويلخصون هذا الكتاب بينهم، فصار في عندنا نوع من الثقافة اللي احنا نعتز بها واللي تأثر في تطوير العمل وتأثر أيضا في تحسين العلاقات بين الموظفين، ونكون مواكبين ثقافيا لما هو موجود في الساحة. صحيح. أستاذ خالد، شو أهمية أن المؤسسات يعني تحذو هذا النهج أنه يكون عندها فعاليات للقراءة مو بس في شهر القراءة ولكن طول السنة؟ طبعا مثل ما قلت يعني أهمية هذا أن المثقف الموظف المثقف عنده قدرة على يعني فهم العمل بشكل أكبر. صحيح. الإنسان المثقف يستطيع أن يطور بشكل أكبر، الإنسان القارئ يستطيع أن يحسن من أدائه، يحسن من أداء الموظفين، أن يحسن من أداء المؤسسة، كل هذا صحيح. مبني على قراءته لأفضل الممارسات، لأفضل المخترعات، لأفضل الآراء، حتى في الأسلوب الأدبي، حتى في الأسلوب الإلقاء، حتى في أسلوب التعامل مع الآخرين. المثقف عنده نوع من الرقي، القارئ عنده نوع من الرقي. صحيح. أيضا في قضية عندما يكتب بحث علمي، ونحن نتحدث عن إدارة البحوث في هيئة الصحن، القارئ هو الذي يستطيع أن ينمي قدراته في مجال البحث العلمي وفي التطوير والتحسين. صحيح. فنحن نشجع هذا الموضوع على أساس أن الموظف يكون نشط في الجانب الفكري والثقافي من خلال القراءة، وهو في نهاية الأمر سوف يؤدي إلى تطوير العمل وتحسينه ونحن المستفيدين في النهاية. بالضبط. أستاذ خالد، شو دور الأسرة الآن مع العالم الرقمي اللي احنا عايشين فيه؟ يعني أتوقع أن القراءة شوية مهمشة تكون. شو دور الأسرة لغرس أهمية القراءة وقيم القراءة في الأطفال، ومتى برأيك لازم نبتدي نغرس في عيالنا حب القراءة؟ والله أنا هني أستشهد بمقولة أو بحديث كان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي في معرض لندن للكتاب. ذكر بأنه بدأ يحب القراءة عندما كان يجلس في حضن عمه. نعم. الشيخ سلطان بن صقر القاسمي رحمة الله عليه، وكان يقرأ في كتاب. يعني يقول في هذه الفترة من العمرية وأنا طفل صغير أرى هذا الكتاب، الفضول شدني إلى أن أعرف ماذا يفعل عمي، وكان عمه حاكم إمارة الشارقة. نعم. ماذا يعني يفعل عمي؟ فبعد ذلك عرفت أنه يقرأ في كتاب، فحببت الكتاب منذ ذلك الوقت. ويقول أنا كذلك عند الآن أقرأ وأحفادي يجلسون في حضني، فأغرس لديهم حب الكتاب. هذا مهم جدا أن العائلة منذ صغر الطفل تقرأ. نعم. تقرأ أمام الطفل، فالطفل يعتاد على العادات الجيدة من الأهالي منذ الطفل. إذا الأب لا يقرأ والأم لا تقرأ، لا يعني نتوقع أن يعني الأبناء يقرؤون إلا يعني بحالات استثنائية. صحيح. فإذا غرس ثقافة القراءة يبدأ منذ الطفولة، يبدأ منذ نعومة أظفار الأطفال. هنا يرون أن الأب يقرأ أو يأتي إليهم بكتب للأطفال، أو يذهب بهم إلى معارض الكتاب، أو ينزل على الأبليكيشنات الجديدة الآن في الآيباد، ما آيباد، ينزل. صح. لهم الكتب المقروءة هذه أو المسموعة. احيانا يعني ممكن ينزل له الكتاب اللي يحبه لكن مسموع باسلوب مشوق. كل هذه تنمي لدى الطفل حب القراءه. صح. و
من خلال الأسرة. أن يوجدون أيضا مكتبة في البيت، يعني أنا أستغرب من 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 بعض الأهالي عندهم كل وسائل الترفيه في البيت، قد تكون عندهم حتى سينما منزلية ولكن يخلو البيت من مكتبة فيها كتب قيمة. صحيح، فهذه دعوة أن الجميع يكون عندهم مكتبة في البيت تحتوي على بعض الكتب لتشجيع أبنائنا على القراءة. أتوقع مثل ما قلت أستاذ خالد أنه لما أنا أحط مكتبة في البيت وأنا أبتدي أقرأ، فهذا يخلي الطفل تدريجيا يتعود أن هناك كتب في البيت وأن في شخص يقرأ، فيزرع فيهم حب القراءة وننمي إن شاء الله الطفل ذو معرفة واسعة ويكون مداركة أوسع. نعم صحيح. في كلمة أخيرة حاب تشاركنا فيها أستاذ خالد الجلاف قبل ما ننهي اللقاء الجميل معك؟ مثل ما ذكرتي في بداية كلامك دكتورة أن القراءة يعني ليست في شهر القراءة فقط. صحيح. القراءة في كل يوم. الواحد يبدأ القراءة منذ الصباح الفجر. يقرأ القرآن، ثم بعد ذلك وقت الوقت يعني يجد لنفسه أوقات فراغ للقراءة، ومن ثم أوقات فراغ للأطفال حتى يقرأ لهم، ومن ثم يعني يجد لنفسه. اليوم احنا في زحمة الطريق، هذه الطرق مزدحمة، ياريت يكون عندنا سيديات لكتب مسموعة، لأن نستغل الوقت بدل ما ان نقضيها في استرس الطريق وكذا. والله بتهدي عليهم الاسترس لما يسمعون كتاب مسموع يعني. فلذلك لابد ان ننمي القراءة حتى نتطور وحتى نكون حقا أننا أمة اقرأ. صحيح. شاكرا لك أستاذ خالد الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات ورئيس لجنة استدامة القراءة بهيئة الصحة بدبي، هذا اللقاء الجميل، وإن شاء الله في ختام هاللقاء نكون أثرنا على المستمعين وكل واحد اليوم يشتري كتاب أو يبدأ ينشئ له مكتبة صغيرة في البيت تتوسع إن شاء الله بعدين وتحتوي على كثير من الكتب اللي تفيد الأطفال وتغرس فيهم حب القراءة. شكرا، شكرا لك أستاذ خالد، ونهارك سعيد. العفو، بارك الله فيك. شكرا لك. الله يبارك. طبعا القراءة هي غذاء الفكر، غذاء العقل. احنا نغذي جسمنا بالأكل وبالماء وبالرياضة، رياضة العقل هي في القراءة. وانا واحدة من الناس كنت دائما افكر قبل ان عشان اغذي عقلي بالقراءة معناه لازم اقرأ كتب كبيرة ومعقدة وكلام صعب وكتب فلسفة وهذا. اكتشفت الموضوع وايد أبسط عن شيء. أنا للأمانة يعني الكتب الكبيرة أنا أمل مرات لما أقراها. اكتشفت إنه في كتب كتيبات صغيرة أحاول أن أقراها، يعني ما عشان ما أطول فيها بالتالي أمل وما أكملها، تخلي عقلي دائما يعني نشيط وتنمي مداركي وتعلمني خبرة. والكتب المسموعة مثل ما قال الأستاذ خالد ترى وايد مفيدة. أنا في السيارة أشجع الناس اللي خصوصا مثلا يطقون خط، أو إحنا أتوقع معظمنا أصلا نقضي في السيارة ساعات طويلة مع الزحمة خطوط غيره، الكتب المسموعة جد تساعد ان الواحد يقرا كتاب كامل ولكن فقط عن طريق الاذن، عن طريق الاستماع. وسبحان الله لما تسمع الكتاب ترى يتعلق في بالك بعض المعلومات المذكوره في الكتاب اكثر لما احيانا من لما تقرا الكتاب. فخلنا ندخل كل القراءه في حياتنا والجزء بسيط كل يوم عشان ننمي مداركنا وننمي في عيالنا حب القراءة. احنا وصلنا لختام برنامج اليوم، برنامج صحة وسعادة. شاكر لعيسى سبيل كان معي في الإخراج، وميرا الخفلي أم خليفة كانت معي في التنسيق، وهذه كانت محدثتكم دكتورة ندى الملا. إن شاء الله كانت خفيفة عليكم فالساعة على الهواء، وإن شاء الله ألتقي فيكم الأسبوع القادم، وغدا إن شاء الله تكون معاكم زميلتي دكتورة عائشة البصي. فإلى أن ألقاكم إن شاء الله الأسبوع الجاي أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.